السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نشط ريادي هنا بالمؤسسة ديال أبو قاسم الشابي. بغينا نعرفوا التهم اللي كانت توجه المدير المؤسسة من طرف واحد التلميذة وتم الإفراج عنه. أعطينا واحد الكلمة في حق هذا المدير هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. عمر القرعي رئيس جمعية إنماء الدار البيضاء، أستاذ الكاراتي وأستاذ منشط الكاراتي بمؤسسة أبو القاسم الشابي وكذلك مؤسسة جمال الدين الأفغاني ومؤسسة الحسن الأول. أولا السؤال ديالك على هذه الاتهامات، أولا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالنسبة للأستاذ والمدير، المدير محترم لأن بالعلاقة ديالنا به وكيفاش عرفناه وتعرفنا عليه هو أستاذ محترم عنده تاريخ، لأن لو كان هذا الأستاذ كما قالوا شهدوا فيه الأصدقاء دياله ومدراء آخرين، لو كان يعني فيه هذه الأفعال هذه التي أنسبت إليه لكان دارها ملي كان في المناطق نائية. كان المدير هو كيسكن في المؤسسة والمدير هو كل شيء في المؤسسة ومناطق نائية دوز فيها الحمد لله التاريخ دياله على أحسن ما يرام. وتالي ثانيا أن البوليس فجأة وكذا وفاش مشى، لو كان أثبتوا عليه دليل واحد لا يمكن أنه باش يخرج، لأن احنا في دولة الحق والقانون. راه غادي جات الشرطة العلمية، مسائل، كاين كاميرات، كاين مسائل، كاين شهود. هذا السيد المدير لم يثبت عليه شيء، ها هو الحمد لله دابا راه في دارو الحمد لله بخير وعلى خير، ولكن راه وقع عليه إشكال، لأن باش إنسان بين قوسين نقولوا كيتشوه بحال وكذا راه وهو ما داير حتى شي حاجة راه ما يمكنش، لأن تسرعت هذه الأستاذة اللي اتصلت بالشرطة هي الأولى وكذا. لأن أولا الطفلة حسب ما يقال أنه ما مسها ما قرب لها ما حتى شي حاجة، الأستاذ المدير كيأدي مهام ديالو عادية حتى وصلوا لهذه الدرجة هذه. لو كان فيها المسائل إثبات راح خص هنا جوج حالات، لو كان إثبات السيد المدير غادي يكون بقى في المعتقل، ما كاينش إثبات هاد الناس اللي اتهموه راه من حق السيد المدير أنه يرفع عليهم دعوة ديال التشهير وديال كذا. علاش؟ لان اولا بقات ليه غير 3 شهور باش ياخذ لا روتريت ديالو، وهو السيد فرحان بانه يكمل السيرفيس ديالو بخير وعلى خير، ويجي حتى لاخر لحظه وتكون هذه المساله. وشوف الاشاعات كيفاش دايرين، انه قال لك 6 ديال البنات اغتصبهم ودار، واش هو 6 ديال البنات غادي لهم السيرفيس ولا الصف ولا حنا نتوقعوا اولا في دقه وحده، اولا واش هذا السيد هذا كيف هذه مسائل لا تعقل. يعني بعض الاخطرات كان حنا كان كيما كيقولوا كيخص شي وحدين كيخصهم غير شي حاجه تطيح شي بقره تطيح باش كيقواو عليها الجناوه، ورا كذلك ومثال وقع لهذا السيد المدير. اما شهاده حق، انا جيت تلاقيت بكم دابا بالصدفه، انتم كصحافه كتاديوا الواجب ديالكم وانا كنادي الواجب ديالي التنشيطي. انا بغيت نشهد شهاده حق في هذا السيد هذا، راه سيد متخلق وسيد محترم، وهذه المسألة هذه يعني راها بإذن الله راه غادي يبان الحق فيها الأكثر من هنا للقدام بإذن الله. وراه دابا حاليا راه بان، ما دام السيد تلقوه البوليس مشى في حالته بات مع وليداته راه ما كاينش دليل، لأن جات الشرطة العلمية، جا القيد، جا المسائل، جات جميع الأجهزة، جات فرغوا الكاميرات، فرغوا كذا، ما كاين حتى شي إثبات يثبت أن السيد ما عندهاش شهادة طبية اللي تثبت بأن عليه اعتداء. هو كيف يعقل حنا نتهموا هذا السيد هذا بهذه الاتهامات؟ راه عنده وليدات وعنده امور وعنده كذا، راه خصنا نشوفوا البعد الاخر. بالنسبه لهذا الاستاذ اللي كاين هنا، المدير ديال المؤسسه، رجل طيب من اطيب خلق الله، مع العلم بانه كيبغي يدير هاد التلاميذ وهادو بحال وليداته، ربما كاين تخيلات اخرى ولا هذا عند نظريات الناس اخرين، ربما دار لهم فعل لهم ترك لهم. اتضح لي انا البنت ديالي كانت طلبتني قالت لي راه بابا جا سلم عليا وباسني غادي نجي لعندو، ما يمكنش حيت دار البنيه ديالي بحال بنته. وربما هاد الناس شوف شي حاجه اللي كانت بيناتهم ولا هذا. انا اللي كنعرف على هاد السيد الله يعمرها شجره، انا كسابق في الامن ماشي زعما شي حد غيبغي يقول لي ولا هذا، انا شفت بالعين ديالي مجرده ان السيد من اطيب خلق الله، كيدير الخير، كيصالح ناس، كيصالح التلامذ. ولكن باش نقول لك شي حاجه من غير هاد الشيء، كلام على الا الله تعالى. قلتي شي نهار بنتك باسها وصوت؟ اييه بنتي جات لعدو عطاها شي حاجه، يعني كانت دارت واحد المشكل هنا في المدرسه، دابزت مع شي واحد بشي مقياس ولا داك الشيء، وبقات عزيزه. نهار جيت لعندو باسها، ماشي زعما شي بوسه ديال
تحرش او شي حاجه، بوسه ديال الحب دايره بحال بنته وكانت عزيزه عليه. شفتي من خلال الاسئله اكتشفت انا وشفت بان تبعت الدريه وجيت من هنا لا الحارس ديال المؤسسه ولا المؤطرين ديال هنا ولا هو الله يعمر اش جرى. هادشي اللي غادي نقولوا حنا في حق هذا الراجل، ماشي زعما انا فايت قلت لك في الامن لا علاقه ليا بهذا التربيه ولا هذا، انا هذا الاسلوب اللي ولا داير دابا ما بقيتش كنقد عليه، ولكن كنشوف الدريه بخير وعلى خير، وهاد المؤسسه عندها صوره كبيره ومؤسسه معروفه، ماشي زعما يلاه بدات ولا هذا. ابو قاسم الشابي كانت من المدارس يعني اللي هي صارمه في العمل ديالها ولا اساتذه اللي دازوا وخرجت اجيال وخرجت اجيال وخرجت فيها ناس. هو الاستاذ واحد عندنا لا داعي الاسم ديالو، هو استاذ قاضي في المحكمه الابتدائيه ومشى للمجلس الاعلى وناس بزاف كاع حديت ولا حرج من هاد الاخوان. انا قريت في مدرسه ديال الحسنيه وماشي بحال مدرسه ابو قاسم الشابي، كنا ولا نتحولوا ابو قاسم الشابي وما بغوناش ديك الساعه، مشينا لهذا وكملنا المسار ديالنا. المدير تم الافراج عنه وهذا دليل على انه انا كي كنقول في حقي انا كنقول لك الغلط كيوقع. لا وانت دابا حتى في الجانب الامني لو ان الامن دوس الامن واكتشفوا ان ضررت يعني في الحقيقه لك كيتخذ الحق في مزرعه، كيتاخذ الحق قانوني في مزرعه، لان التحرش او البساله كي كنقولوا احنا باللغه العربيه او لا انسان اللي غادي يشد بنت واحد السيد اللي كبدته ولحمو كتجي تقرا ودير باش يجي يشوفها في الصباح ولا في العشيه زويونه ويجي يلقاها مهتوكه او كذا، راه يقدر انا نكذب عليك. انا نلقى بنتي راه ماشي غادي نتسنى الامن ولا غادي نصوبه مزيان. هنا كي غادي دير غتولي انت عرضه للشارع كلشي يبدا يضحك عليك. ولهذا التربيه اش كنتعلموا فيها باش كيقول لك كان المعلم ان يكون رسولا. المعلم اللي كيعلمنا شي حوايج راه اللي كنستافدوا في الدار كيزيد يكملوا لنا في الدراسه. خويا بالنسبه لهذا المدير هذا احنا اللي شنعرفوا عليه انه راجل مزيان الله يعمرها دار، ما عمرنا ما زعما لاحظنا عليه شي حاجه، احنا كنتعاملوا معاه في النشاط الرياضي ما عمرنا ما شفنا عليه زعما شي حاجه ماشي شلهيه ولا لاحظنا شي حاجه، لو اننا كنا شفنا عليه شي حاجه ولو غير شي حاجه بسيطه ولا صغيره كنا احنا غادي نهضروا وحنا غادي نتابعوا وحنا غادي نوضوا ليه، ولكن ما عمرنا ما لاحظنا عليه شي حاجه، ما عمرنا شفنا شي حاجه. ولكن دابا هاد القضيه هادي ما نقدرش انا نقول لك باللي راه هو متهم ولا بريء ولا داير ولا ما دايرش، العلم لله. حنا على ما حنا على حساب النظره ديالنا حنا المدير كيفاش كيتعامل معنا ولا مع الناس، السيد ما عمرنا شفنا عليه شي حاجه، ولكن الا كانت تشبش عليه كاين القانون، جا دار الاجراءات ديالو، جا البوليس، دار جات الصحافه، جاو شوف الا تشبتات عليه انه راه فعلا عنده علاقه بهذا الموضوع هذا خاصو يتعاقب، والا انه كان فعلا ما عنده حتى شي علاقه وكانت غير مؤامره ضده من حقه انه يتابع هذوك الناس اللي داروا ليه هذا الشيء. سقنا الاخبار باللي البارح تم الافراج عنه، قال لك حيت ما كاينش الدليل ضده، لانه كان 1% ضده ما كانوش غادي يطلقوه، حيت هذه مساله راه ماشي سهله، راه مدير مؤسسه والقضيه فيها ما فيها، دونك ما يمكنش غادي يكون ثابت عليه ولو 1% وغيطلقوه. هذا الشيء اللي كاين.